خاض اللبنانيون في سبيل استقلالهم نضالاً طويلاً، وفي مثل هذا اليوم وبالتحديد 22 من نوفمبر يحل عيد الاستقلال اللبناني 79 كمناسبة وطنية مفصلية في تاريخ لبنان. لكن هذا العام سيكون الاحتفال صامتاً ساكناً كسكون الليل، كما كتب جبران خليل جبران، حيث غابت مظاهر الاحتفال الرسمي أو فعاليات شعبية وسط شغور رئاسي ومؤسساتي واستمرار للأزمة الاقتصادية والمعيشية. لكن الشعب اللبناني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قرروا الاحتفال بهذا اليوم بطريقتهم الخاصة، بنشر فيديوهات يعبرون فيها عن حبهم للبنان ووطنهم رغم كل الظروف. دعونا نشاهد البعض منها. بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك، تسأل شو بني وش اللي ما بني، تسأل شو بني وش اللي ما بني، بحبك يا لبنان لا تخلص هالدنيا، مزروعة بالداير نار وبواريد، لبنان الكرامة والشعب العليم، كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك، إذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك، حبي بترابك بكنوز الدين، بحبك يا لبنان يا وطني. نتمنى مشاهدينا ألا يمر العيد المقبل إلا ولبنان يعيش في أفضل الظروف.